مساء الخير جمهورنا الرياضي الكريم، مرحبا بكم في درب الأبطال. كما عودناكم للموسم الثاني في درب الأبطال، رياضة وبطل بدون بطالة. يلا نكتشفوا سويا رياضة اليوم. العداء الجزائري عبد اللطيف بقى، التحدي كان عنوانا لحياته والتفوق ظل يلازم تحدياته. أنا نمنح بحاجة، كنت نتمنى نكون رياضيين مستوى عالي لي. بصح كنت نامن بها هذه، بصح ما كانتش تجيني صعيبه، باسكو اللي يتعب ندير حاجه هي صح صعيبه، بصح نو اللي يتعب ويبذل مجهود ويعيا ويسمع في حوايج بزاف باش يكون باش يحقق المبتغى تاعو ويحقق الهدف الثابت هذاك اللي راه حاطه في راسه ماهيش صعيبه. إنجازات كبيرة وأخرى غيرها لشاب في مقتبل عمره، إنجازات ستكبر بخبرة أكثر، بالطموح والبصيرة وليس بالضرورة بالبصر.